هدفه الأساسي تسليط الضوء على أهم البرامج الوطنية. تسليط الضوء في أكثر من جانب، أولا كيفية تضافر الجهود، كيفية تكاملها، كيفية إقامة. أخذ البحث تقريبا 9 سنوات إلى 10 سنوات لظهور النتائج، يعطينا إنديكيتر أو كنصيحة للباحثين، مهما طال البحث فهناك النتائج ستحضر في يوم من الأيام أو سيكون المخرجات قريبا إن شاء الله. في جائحة كورونا حاليا مهم جدا تسليط الضوء على الصحة النفسية، حيث أصبحت المملكة من ضمن أوائل الدول المهتمة في الصحة النفسية، ومن حين تأسيس المركز بدعم سخي من مقام خادم الحرمين الشريفين لإنتاج البحث العلمي، ومن إيمانه الكامل بأن هذه الخدمات وهذه التطور في التنمية لن يكون إلا بإجراء هذه البحوث.